هلو هامسترز، بعد ما نشرت الفيديو اللي قمنا فيه بانجاز مهمه اليوم ديال تيليكومبو، لقيت ان معظم الاصدقاء في التعاليق كيطلبوا مني باش نفتح معاهم البطاقات المقفوله. اذا في هذا الفيديو جيت باش نفتح معاكم البطاقه المقفوله داتا سنتر طوكيو، بعد ما فتحت في الفيديو اللي قبل هذا واللي غادي تلقاوه في القناه بارتنر شيب بروغرام كارد. اذا في هذا الفيديو جيت باش نشارك معاكم الطريقه كيفاش نديروا نفتحوا البطاقه المقفوله داتا سنتر طوكيو. اول حاجه غادي نديروا هي غادي نضغطوا على تيليكومبو. اذا كما كتشوفوا بعد ما ضغطنا على تيليكومبو بهذه الطريقه كنمشيو كنقلبوا على البطاقه ديالنا اللي غادي نفتحوها واللي كنلقاوها في بي ار ان تيم. اذا كنضغطوا على بي ار ان تيم وكنسكروليو بهذه الطريقه حتى الاخر وكنلقاو داتا سنتر طوكيو كما كتشوفوها مقفوله معنا. فباش نفتحوها غادي نمشيو لدوباي اوفيس ونوصلوها ليفل 1. اذا غادي نمشيو لدوباي اوفيس اللي كنلقاوها في سبيشلز، كنضغطوا على سبيشلز بهذه الطريقه ومن بعد كنضغطوا على نوفيل كارت. اذا وكنسكروليو بهذه الطريقه هذه حتى الاخر نقلبوا على دوباي اوفيس، البطاقه ديال دوباي اوفيس. اذا كما كتشوفوا هنايا فهي كتهضر معنا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا حتى هي مقفوله. فباش نفتحوها خصنا نمشيو لللايسنس ديال الامارات ونوصلوها ليفل 15. اذا باش نمشيو لللايسنس ديال الامارات ونوصلوها ليفل 15 غادي نمشيو نضغطوا على ليغال، ومن بعد كما كتشوفوا غادي نقلبوا بهذه الطريقه هذه على لايسنس الامارات. اذا كنسكروليو بهذه الطريقه كما كتشوفوا لايسنس الامارات قدامنا وحتى هي مقفوله. اذا الطريقه باش نفتحوها خصنا ك اي سي نوصلوها ليفل 5. اذا كنطلعوا بهذه الطريقه هذه وكتشوفوا ك اي سي قدامنا، ما علينا الا نضغطوا عليها بهذه الطريقه هذه باش نقدروا نابغريديوها ونوصلوها ليفل 5. اذا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا كنوصلوها ليفل 1، موراها كما كتشوفوا كنوصلوها ليفل 2، وكنبقاو بهذه الطريقه هذه كنضغطوا عليها ونبركوا على جو اهيد حتى نوصلوها ليفل 5. اذا بهذه الطريقه هذه كنوصلوها ليفل 5 فغادي نمشيو لايسنس امارات وكنلقاوها تفتحات معنا. اذا كما كتشوفوا هي تفتحات معنا فكنضغطوا عليها ومن بعد كنديروا جو اهيد. وبهذه الطريقه كما كتشوفوا غادي نحاولوا باش نوصلوها ليفل 15. اذا غادي نحاول باش نسرع الفيديو باش ما نعطلكمش وكذلك باش ما يجيش الفيديو طويل، وغادي نوصلوها ليفل 15 ونرجع معكم. اذا بعد ما وصلنا ليفل 15 كما كتشوفوا غادي نمشيو ديريكتومون سبيشلز وغادي نضغطوا عليها، ومن بعد غادي نضغطوا على نيو كارز كما كتشوفوا باش غادي نمشيو نقلبوا على البطاقه ديالنا اللي هي دوباي اوفيس ونطلعوها ليفل 1. اذا كما كتشوفوا وصلنا لدوباي اوفيس غادي نضغطوا عليها كما كتشوفوا من بعد ما تفتحات معنا. اذا وكنديروا جو اهيد وبهذه الطريقه كما كتشوفوا غادي نوصلوها ليفل 1 باش نمشيو نفتحوا البطاقه ديالنا اللي غنحصلوا بها على التيلي كومبو ديال اليوم. اذا بهذه الطريقه كما كتشوفوا بعد ما فتحنا دوباي اوفيس غادي نمشيو نضغطوا على بي ار ان تيم وغادي نسكروليو حتى الاخر باش تحصلوا على البطاقه ديالنا داتا سنتر طوكيو كما كتشوفوا هي تفتحات معنا، فغنضغطوا عليها وغادي نديروا جو اهيد. وبهذه الطريقه كما كتشوفوا كنكونوا حصلنا على التيلي كومبو كارت ديالنا اللي كانت مقفوله وحصلنا على الطريقه كيفاش كنديروا كنفتحوها. فلا كنتي مهتم بانجاز جميع المهام ديال هامستر كومبات فما عليك الا تشارك معنا في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تخلي لنا لايك وتعليق زوين. وفي الفيديو الجاي غادي نشرح لكم الطريقة كيفاش غادي نديرو باش نفتحو بطاقة مارجين تريدين X100. إذا نشوفكم في الفيديو الجاي.